مشاهدي نسمة لايف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطية جديدة لنسمة سوبر ليج، موعد رياضي جديد كما العادة. قناة نسمة تأمن لكم تغطية جولة بجولة، مباراة بمباراة، كما كل أسبوع ثلاثة مقابلات. اليوم أول نهار الجمعة أول مقابلة، وغدوة وبعد غدوة زوز مقابلات أخرين. نحكي نسمة سوبر ليج اليوم، الاهتمام خلينا نقول الفوكس الزوم باش يكون على مباراة نادي مستي الكريب والنجم الرياضي بيسلينا، المجموعة الرابعة. نحكيو على مرحلة البلاي أوف، مرحلة البلاي أوف اللي باش يلعبوا فيها أربعة أندية، أربعة جهات، أربعة معتمديات من أجل الترشح لمرحلة التتويج. نحكيو أكثر على زوز مجموعات هذوما، المجموعة الرابعة أو بالأحرى اللي تتضمن زوز مجموعات صغار. المجموعة الأولى اللي هي جمعية تطاوين في المرتبة الأولى بثلاثة نقاط، النادي الرياضي بيسلينا في المرتبة الثانية بنقطة واحدة، جمعية مطرش بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة وبصفر من النقاط اللي اليوم باش نتفرجوا فيه نادي مستي الكريب. نحكيو زاد على المجموعة الصغرى الثانية اللي في نفس المجموعة الرابعة. السؤال يطرح نفسه، علاش زوج مجموعات هذوما في وسط نفس المجموعة؟ لأنه لهنا الجامعة اختارت أنها تعمل دو جروب صغار، فيو اللي هما يبعدوا على بعضهم، خلينا نقولوا جيوغرافيكمون، يعني التنقل باش يكون صعيب على الجمعيات هذوما. اختارت أنه كل أربع جمعيات يلعبوا بلاي أوف في بعضهم، ومن بعديك يترشحوا لمرحلة التتويج. نحكيو على المجموعة الصغرى الثانية، في المرتبة الأولى نلقاو النجم الرياضي بفيرينا بثلاثة نقاط، في المرتبة الثانية النادي الرياضي القفصي بثلاثة نقاط، في المرتبة الثالثة تراجي جرجيس بصفر من النقاط، وكيفها جمعية رقاب بصفر من النقاط. في نحكيو على المجموعة الرابعة ديما على مواجهات الجولة الأخرى اللي دارت، جمعية مطرش الرياضية كانت تعادلت مع سليانة 3-3، أهداف رينا 6 بونتويت، ماهوش شوية ماتش كان فيه برشا كورة وبرشا تشويق. نحكيو على الكريب وتطاوين اللي تطاوين وفات انتصرت 4-1 في الأخر. الطرف الثاني نمشيو، نحكيو على تحكيم اليوم. تحكيم اليوم طاقم التحكيم، الحكم الاول باش يكون عبد الرحمن الكنزاري ومساعديه كل من عدنان كشرود وفرات القوي. مراقب المباراه باش يكون السيد سمير الوسلاتي. نرجعوا لمباراه اليوم ونتبعوا مع بعضنا تقرير لزوز ايكيبات هذوما والباركورهم في البطوله. تتواصل متعلق قناة نسمة بمباريات بطولة نسمة سوبر ليج القسم الأول. يستضيف اليوم نادي مستي الكريب ضيف النجم الرياضي بسليانة ضمن منافسة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة اللي تنقسم لقسمين، القسم A والقسم B. نادي مستي الكريب اللي انقاد الهزيمة في الجولة الفارطة ضد جمعية تطاوين بنتيجة 4 أهداف لهدف، يسعى لتعويض هزيمته الأخرى بتحقيقه للانتصار ضد جارو نجم سليانة اللي بدوره لم يحقق الانتصار في الماتش الأخر بعد التعادل مع مطرش بنتيجة 3-3. نادي الكريب وسليانة اللي ترشحوا في المجموعة A حصدوا 10 نقاط و9 نقاط، هذا ما خليهم يلعبوا ضد الأول والثاني من المجموعة B، هذا ما يخلي الصراع باش يكون قوي بين الأربعة الأوائل. أرقام الفريقين تعتبر متقاربة جدا، وين يعتبر الكريب أقوى هجوم في حين يعتبر نجم سليانة ثاني أقوى هجوم، هذا ما يبشر بمباراة من الطراز العالي. مقابلة مهمة، ومن المؤكد أن الدعم الجماهيري باش يعطي دفع معنوي للفريقين من أجل كسب الرهان وكسب النقاط الثالثة، خاصة أصحاب الأرض اللي يطمحوا لتعويض ما فاتهم في المباراة الأولى، في حين الضيوف يبقى هدفهم الأول لعب الأدوار الأولى في مرحلة البلاي أوف. بحلم الترشح لمرحلة التتويج اليوم في ثاني جولة في البلاي اوف، مستي الكريب اللي باش يواجه النجم الرياضي بسليانة، يعني كنا نراو زوج هجومات قويين، زوج جمعيات قراب لبعضهم على مستوى النقاط. نشوفوا مع بعضنا ونتابعوا تصريحات اللاعبين والمسؤولين من زوج نوادي قبل انطلاق المقابلة. حظوظنا ماك تعرف اللي به الفائدة تعدينا الفاز الأولى، تعبنا فيها شوي، كنا في مجموعة ما نقولوش نحن كاسحة شوية، مجموعة لاباس به، لقينا روحنا في البلاي اوف. طموح مشروع للملاعبيه للاطار الفني للهيئه المديره، اليوم نطمحوا، ما ثمش حتى واحد خاطر ما يطمحش في الدنيا ما يدخلش الفوتبول. اليوم طموحنا مشروع وان شاء الله ان شاء الله نمشوا لبعيد. جينا باش نفرحوا اهالي الكريب، معنا فرح كبير ياسر، عندنا نسمه موجوده معنا في الكريب، وان شاء الله الجوله الثانيه في البلاي اوف ديربي الشمال سليانه والكريب، وان شاء الله نفرحوا اهالي الكريب صغير وكبير. وبالله نحب حاجه صغيره، انا فرحان كياسر الجمعيه مستقبل الرياضي ببعرات للمينيفوت. مازال ما تلعب شيء، هذه الجوله الثانيه، كما اليوم نجموا نربحوا نرجعوا الوالا نرجعوا ثانيين، نحن المهم نلعبوا كوره، نفرجوا الناس تتفرج، الناس جمهور الكريب يحب الكوره، نفرجوا العباد. تحضيرات ابار الملعب، تحضيرات احتفالات في الكريب، الناس فرحانه اللي اول ماتش باش نلعبوه في البلاد، فرحانه بنسمه كي جتنا للكريب ونشكركم على البادره هذه اللي عملتوها،
خاطر لو ما كانش ماتش الميني فوت ولو ما كانش نسمة ما كناش نشوف الجمهور هذايا، وفهم عباد ما تعرفش الكريب عرفتها بالماتش هذايا وبقانية نسمة. بالنسبة للفريق ميسي الكريب هي مقابل الدربي، عنا فكرة عليه مش أول مرة باش نلعبوا له، نعرفوا نقاط القوة نتاعه، نعرفوا نقاط الضعف نتاعه، وأحنا بقدرة ربي حاضرين، وإن شاء الله فهمتني بقدرة ربي إحنا جينا لهنا باش نروحوا بالانتصار. إحنا في مباراة الكأس الدور الكبير القانية نسمة، كي تشوف أنت المقاهي الكل في سليانة قرابة 20 مقهى، الناس الكل تتفرج في الجمعية، لا شيء ذاي باش نقولوا شكرا للمجهودات اللي تقوم بها قناه نسمه. الحمد لله احنا محضرين بالقديه معناها وعاقدين العزم ان شاء الله بقدره ربي على الانتصار، جايين كان على الانتصار. زوج جمعيات نعرفوا بعضنا من عمليه والبريس نلعبوا كونتر بعضنا، وان شاء الله الفير بلاي معناها موجوده، وان شاء الله اللي يلعب خير صحه ليه. هذه كانت تصريحات اللاعبين قبل انطلاق المباراة. وتويكا ما بقانا مشاهدينا كان باش نمشيو مباشرة للملعب البلدي بالكريب باش نتابعوا المباراة مع الزميل فخري الطاهري. شكرا لك زميلي محمد الشريف الأحواس، متابعينا مشاهدي قناة نسمة وموقع نسمة السبور، مرحبا بكم الكل في هذا العرض الكروي الجديد. لكن هذه المرة من ربوع الشمال الغربي من ديار الكريب من ولاية سليانة اللي تنقلت لها كاميرا نسمة باش تصور لنا أجمل صورة من المستطيل الصغير في معركة الأقدام بين الكريب وسليانة في إطار الجولة الثانية من البلاي اوف المجموعه الرابعه القسم الاول من بطوله نسمه سوبر ليج. كما تراو يعني الملاعبيه وكذلك الجمهور حاضر في الملعب البلدي بالكريب الذي يحتضن مسرح المقابله بين زوز الفرق، نادي ميسي الرياضي بالكريب والنجم الرياضي بسليانه. النجم نعتبروه كلاسيكو سليانه بمعنى يعني زوز الفرق يعني في الشمال الغربي، الكريب اللي تتبع ولايه سليانه. طاقم تحكيم المباراه في الاولى لمسات تنظيمية قبل الانطلاق. خلينا نكتشفوا زوز الجمعيات قبل ضربة البداية، كل ماكينة اللي عاول عليها كل مدرب رضا شنوفي بالنسبة لنادي ميسي الرياضي بالكريب وكذلك فيصل بوغرين مدرب النجم الرياضي بسليانة. إذا أمكن باش نراو تشكيلة زوز الجمعيات في مباراة اليوم كما قلنا في إطار بطولة نسمة السوبر ليج القسم الأول. النجم الرياضي بسليانة صابري الهديوي في الكاج مع جياد بدر، عبد الرحمن النسيري، حمدي الفرشيشي، عزيز الواتي، محمد امين النسيري، وسيم عقاب، بسام عثمان، شوقي جويني، حمدي النمري، مروان النشمي، حبيب السمراني، حسام الزناقي، حمزه الامامي، وتكتيك الخريطه الفنيه فيصل بوغرين. بالنسبه لتشكيله نادي ميسي الرياضي بالكريم في مباراه اليوم، ايمن بن علي في الكاج مع خليل جبالي، انيس المحجبي، سوي الخياري، زياد جبالي، حمزه الادريدي، علي زغلامي، حمدي بن سالم، اسامه العبيدي، ربيع العياري، حمزة الجبالي، غسان بوغالمي، قيس بوقصير، خليل جيزاني، والمدرب رضا الشوقي في مباراة اليوم أو الشنوفي بالأحرى. بالنسبة لطاقم تحكيم مباراة اليوم، حكم أول عبد الحميد الكنزاري بمساعدة كل من عدين كشرود وفرات القوي والمراقب سمير السوسلاتي، وتنطلق المباراة وينطلق هذا العرض الكروي من الملعب البلدي بالكريب بين نادي ميسي الرياضي بالكريب اللي متكلاس الرابع ما عندوش حتى نقطة دون نقاط الرصيد، في المقابل النجم الرياضي بسليانة في المرتبة الثانية عنده نقطة وحيدة. وتلعب الكرة أولى التوزيعات، الكرة بالراس والهدف الأول، أولى الأهداف في 25 ثانية، أولى الأهداف تدشين للشباك، ممتازة العملية الفنية، هدف لنادي ميسي الرياضي بالكليب أو عفوا للنجم سليانة. أول الأهداف في هذه الانطلاقة كانت يعني خطأ بين المساعد في الدفاع بالتحديد سوية الخياري وحرس المرمى، تتسجل أول الأهداف لفريق النجم الرياضي بسليانة. واحدة بلاش نتيجة وقتية ما كيفهاش للضيوف. بالنسبة خلينا نحطوا يعني المباراة في إطارها، بالنسبة لمعتمدية الكريب تابعة لولاية سليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسية، يحدها من الشمال ولاية جندوبة
ومن الغرب ولاية الكيف، ومن الشرق ولاية بيجة، ونجم نقولوا يعني كي نقولوا بيجة نقولوا زنابية نقولوا المخارق، وبطبيعة سيدي رمضان ممكن قرب وكل شيء باش نراوه ولا التنقل لبيجة. بالنسبة لولاية سليانة هي بطبيعة كما قلنا منذ البداية في إقليم الشمال الغربي، تضم هذه الولاية 11 معتمدية تعرفوا عليهم بعد شوية، بما أنه يعني الفرصة سامحة باش نعرفوا حتى بالجهات وبالمعتمديات، هي قناة الجهات وصوت الجهات والكرة تمشي على اليمين، لكن مقطوعة تمشي رمية تماس، رمية التماس لنادي ميسي الكريب باش تلعبها كرة من اللاعب حمزة الدريدي، ثم تمشي كرة من جيد غادر المستطيل الصغير، كما تراو يعني هو ملعب بلدي تم تقسيمه وتخصيص يعني جزء منه لممارسة كرة القدم المصغرة، وكي نقولوا الملاحظة هذه يعني فما فرق ما عندهمش مستطيل صغير، ما عندهمش ملعب لممارسة كرة القدم، نعرفوا يعني خاصة الكريب اللي تنقلت اغلب مبارياتها تلعب في بوعرادة، ما عندهاش ملعب تحتضن في بوعرادة اللي هي تبعد عليها بكيلومتر 70 كيلومتر. مشاهدينا الكرام تمشي كرة ملعوبة على اليمين من علي الزغلامي، ثم مقطوعة ترجع لسليانة، لكن تمشي كرة رامية التماس من جديد، رامية التماس لميسي الكريب امام الكرة، ربيع العيار باش يلعبها، يلعبها في مرة أولى لكن يربح ضربة المخالفة، كرة مجانبة على الكاج مجانبة على المرمى، يعني ميسي رياضي بالكريب، زعما علاش موجودة كلمة ميسي؟ ميسي هي يعني نجم نقولوا في شعار الجمعية، أين كيرن يعني الرومانيون القدامى يمارسون الرياضة ويحتفلوا بالانتصارات، ميسي تعود للآثار، آثار الرومانية والكرة مجانبة تتلعب لكن تضرب الحائط البشري تخرج الكرة أو لا، رغم أنه يعني تبع كورته محمد أمين النميري لأنها تغادر مستطيل وتمشي ملعوبة على اليمين ورمية التماس من جديد. ثلاثة دقائق لعب مشاهدينا الكرام والنتيجة واحدة بلاش للنجم الرياضي بسليانة، منذ الثواني الأولى تقريبا 25 ثانية الكرة تخير الزيارة الرسمية، تمشي كرة من جديد رمية التماس لميسي الكريب تمشي ملعوبة بين علي الزغلامي، لكن ما تمرش الكرة يتفطن لها عزيز الواتي في وسط الميدان، يلعبها على اليسار يبدلها التوسيعة في مرة أولى، كادي يسجل، كادي يسجل ممتاز في الوقفة الهجومية الأخيرة، حمدي بن سالم يقتنص الكرة بتسديدة بجانب القائم الأيسر، الجمهور كما تراو حاضر يعمل بونكيف عامل على العال، يشحن بطاريات الملاعبية يعني شحن معنوي، رغم أنها موجودة مباريات الدور في الرابطة المحترفة الأولى، لكن نجم نقولوا توا كرة القدم المصغرة أو بالأحرى بطولة نسمة سوبر ليج عندها عشاقها وعندها جمهورها اللي تبعها، كرة باش يرجع بضربة المخالفة، كما تراو صغار كبار نساء رجال الكل وفي ويتابع هذه الرياضة من مسؤولين وكذلك من شباب، تمشي كرة ملعوبة في المحطة الدفاعية، تمريرة تقصير حمزة الدريدي في اتجاه زميله على اليمين زياد الجبالي، تمشي كرة رامية التماس من جديد، رامية التماس من جديد باش يلعبها وسيمة عقيب، ترويض الكرة في مرة أولى في وسط الميدان، ثم تمشي من وسام العبيدي تفتك الكرة تمشي على الجهة اليمين ملعوبة للنجم الرياضي بسليانة المستفيد والمنتصر الوقتي على اليسار في اتجاه اللاعب عزيز الواتي، ثم تمشي كرة من جديد ملعوبة للمحطة الدفاعية، الكرة باش ترجع من دفاع النادي ميسي الرياضي بالكريب بمخالفة باش ترجع، نعرفوا اليوم نهار الجمعة ونعرفوا يعني ممكن فما برشا تلامذة ما يقراوش يقول لك نمشي إنسانة جمعيتي هي مرة نجم نقولوا في العام وإلا مرة يعني في الشهر باش تعادل الجمعية نتاعي عبر قناة العائلة، خلي نكونوا من محبي وأنصار جمعيتنا، وتمشي كورة في وسط الميدان المراوغة ناجحة لكن يرتكب الهف وسط الميدان عبد الرحمن الميري، خلي كورة بضربة المخالفة للنجم الرياضي بسليانة، نجوم سليانة الشباب سليانة نجح في تسجيل الأهداف وننتظر أكثر متعة وأكثر فرجة، والكرة باش ترجع من عبد الرحمن النميري، يلا يا نمر يلعب الكرة في منطقة الجزاء، مباشرة حرس المرمى أيمن بن علي، أيمن بن علي ابن بوعرادة
لكن يلعب في صفوف النادي من الرياضي بالكريب. تبادل الكرة بين دفاع الكريب من أنيس المحجبي، ثم في مرة أولى تمشي له الكرة إلى ربيع العياري، ما توصلش وتمشي، افتكاك هيتم ممتاز في تكتيك الخريطة الفنية في وسط الميدان من وسيم عقاب، ثم ملعوبة من عبد الرحمن الميري، حارس مرمية صابر الهداوي، ترجع للميري من جديد، الميري ينتظر المساندة، يبدلها كلين على اليمين، تمشي كرة برمية التماس ملعوبة للكريب، حمزة الدريدي يرجع للخلف وين موجود سهيل الخياري، الخياري من جديد مع جبالي، جبالي والخياري ثم على اليمين لمسة أرضية من وسام العبيدي في وسط الميدان، لكن تمشي متفطن ليها محمد أمين الميري. عندنا برشا الميري في صفوف سليانة ممكن يقربوا لبعضهم، يعني كما قلنا يعني توا الميري يفوت يجمع حتى لاعبين من فرد عائلة، تمشي كورة تمريرة من محمد أمين ثم حمدي الفرشيشي، لكن ما تمرش الكورة وترجع ملعوبة من اللاعب علي الزغليمي، حاول يمشي بالكورة يسبقها لكن يعرقل الهجمة ما يخليش الومضة الهجومية تكمل. بسام عثمان يربح على الكورة الكريب، علي الزغليمي علولو ياخذ راحته، علولو يلا يا علولو، نستناو في التسديد الساحقة أو توسيعة، تتلعب الكورة قريب منطقة الجزاء لكن المحارب في المنطقة الخلفية لا يترك الكرة تمر، حمدي الفرشيشي تمشي كرة بذلك برمية التماس. يعني بالنسبة لمشاهدينا الكرام للمجموعة الرابعة فيها زوز نجم نقولوا مجموعات كما قال زميلي محمد شريف حواس، زوز مجموعات صغار، كل مجموعة تحتوي على أربعة فرق، جمعية التتويج في المجموعة الرابعة هي الأولى عندها ثلاثة نقاط، بما أنه هذه الجولة الثانية تلعبت جولة في إطار مرحلة البلاي أوف، النجم الرياضي بسليانة عنده رقطة مع جمعية مثرش ونادي ميسي الكريب الخزينة دون نقاط، تنتظر الشحن ولما لا تكون المباراة سامحة لشحن الخزينة. المجموعة الثانية النجم الرياضي بفريانة عنده ثلاثة نقاط مع نادي الرياضي القفصي والترجي جرجيس وجمعية رقيب دون نقاط والرصيد ينتظر النقاط. تلعب الكرة لسليانة على اليمين بين عبد الرحمن ثم محمد أمين النميري من جديد بالقدم يرجع إلى مروان النشمي، مروان يلعبها التمريرة في وسط الميدان ثم ترجع في اتجاه وسيم عقاب، لكن الكرة تغادر المستطيل الصغير وترجع برمية تماس ملعوبة، لكن تلقى رأسية زيادة الجبالي صاحب الزوز أهداف عنده في الأقدام نتاعو، يعني زوز زيارات زوز أهداف كان سجل، باش يلعب رمية التماس محمد أمين يلعبها في اتجاه زميله الفرشيشي ما يخذاش وترجع لميسي الكريب، تمشي لميسي الكريب من جديد تتلعب مع زميله رقم 8 زيادة الجبالي، لكن تكتيك وسط الميدان يعني الفكاك بلغة الكرة ما يخليش أي كرة تمر، يحاول يفكها ويمررها على أطراف سوى الطرق اليمين أو اليسار، تمشي كرة ملعوبة حمدي الفرشيشي ثم تمريرة في وسط الميدان ياخذها ممتاز علي الزغليمي، ترويض الكرة ثم يرجع إلى زميله، يعني فريق السليان يحاول ينتظر الخروج يعني من لعبية الكريب من مناطقهم باش تكون يعني بناء الومضة الهجومية لمعاكسة من أجل الزيارات الرسمية. ترجع الكرة ملعوبة من حمدي الفرشيشي لكن تمشي كرة من جديد برامية تمس، يعني يعطيهم الصحة بالنسبة للحاضرين في الملعب بلدي بالكريب المساندة لملعبيتهم باش يلعب الكرة من مكانها، الحكم يقول عزيز الويتي يلعبها في اتجاه جياد بدر ثم تمشي كرة من جديد، عزيز يسدد الكرة لكن أمامها حمزة الدريدي خرج الكرة برامية تمس من جديد، رامية تمس من جديد، يعني بالنسبة لمنطقة الكريب يعني خلينا نحكيو اقتصاديا معروفة يعني بالمياه العذبة، يعني المكان هذا مخصص نجم نقولوا لترويج المياه خاصة فيها يعني بعض المناطق
اللي سامحة والكرة تمشي على اليسار، تمريرة ممتازة يحاول يعكس الهجمة يقرب على اليسار عزيز والكرة تمشي بضربة المخالفة، ضربة المخالفة مع انذار، يعني ما لقاش حتى حل رقم 15 بالنسبة للنجم الرياضي بسلينا. جياد بدر في الكرة الأخيرة يتحصل على انذار، أولى الانذارات في مباراة اليوم في هذا الجزء الأول، رغم أنه يعني جياد ماهوش راضي على الانذار، يقول التدخل كان سليم، لكن الحكم عبد الحميد الكنزاري ينظر إلى اللاعب، تمشي كرة بمخالفة مجنبة عكاج على مرمى زوز ملعبية أمامها، أنيس المحج بقاعد الرفيه بجنبه كذلك ربيع أسامة العبيدي ينتظر الكرة توصل أسامة يلعبها قصيرة مع زميله، لكن تمشي كرة برمية التماس من جديد ملعوبة بين حمزة الدريدي، حاول يدور بالكرة ثم يمشي بها على اليسار قريب منطقة الجزاء، لكن تمشي كرة تمشي الكرة بضربة مرمى ترجع تغطية ممتازة من عزيز الواتي، يعمل المراوغة زيادة الإشبالي ثم يبدلها على اليمين مع زميله يلعبها علي الزغلامي يرجع بها إلى الخلف، بالنسبة لكريب يلعب تمريرات تقصيرة يلعب بكل تريث وبكل تأني، والكرة على الجهة اليسار تمشي في منطقة الجزاء، لا ما تخش منطقة الجزاء تلقى أمامها حمدي الفرشيشي، يتحرك برشا حمدي الفرشيشي يلعب كأساسي في هذا الشوط الأول. باش ترجع الكرة من جديد برمية التماس لسليانة ملعوبة من مروان النشمي ترجع له إلى حبيب السمراني ثم تمريرة قريبا منطقة الجزاء الكورة حاول يدور بالكورة والهدف الثاني، الهدف الثاني للنجم الرياضي بسلينا يستغل العفو ممكن في المحطة الدفاعية ويسجل ثاني هدف في هذا الشوط الأول، ممتازة التسديدة يعني ماترة تمشي للكاش بأقدام اللاعب بسام عثمان يسجل ثاني هدف يعني في هذا الشوط الأول، اثنين بلاش نتيجة وقتية ما كيفاش لأبناء النجم الرياضي بسلينا، استفاقة وانتعاشة هجومية بالنسبة للنجم الرياضي بسلينا، عنده كما قلنا الرصيد نتاعو في الخزينة، النقطة يقول لك إذا نز أو ننتصر يعني ثلاثة نقاط إضافية وقت المهمة تسهيل، يعني الفريق يلعب من أجل أنه يكون متواجد في مجموعة التتويج، يلعبوا توا في البلاي أوف، تمشي كرة ممتازة المراوغة جبالي سدد، لكن شوقي الجويني ما يخليش الكرة تمر، ما يخليش الكرة الأخيرة تمر، يعني بالنسبة لسليانة مشاهدينا الكرام، يعني كما قلنا هي ولاية موجودة في الشمال الغربي تضم 11 ولاية 11 معتمدية الروحية مكثر سيدي برويس العروسة، الإخوات الكريب قعفور بوعرادة وبرقو كسرى تبعد عن تونس العاصمة 127 كيلومتر، نجم نقولوا حتى بالوقت ساعتين أقل شوية باش توصل سليانة إذا تبدأ في تونس العاصمة، الكرة باش ترجع بضربة المخالفة في المناطق الدفاعية، رقم اثنين عبد الرحمن النميري باش يرجع الكرة إلى المناطق الأمامية، مازلنا ننتظر عودة الكرة وعودة المباراة باش لعبها الكرة مخالفة قريبة من منطقة الجزاء بالراس، بالراس في الكرة الأخيرة وسيم عقاب ما ياخذهاش وتمشي من حارس المرمى إلى وسط الميدان، الهجمة المعاكسة لكن تلقى حمزة الدريدي يرجع إلى زميله عزيز الواتي يلعب كرة عالية بالراس في مرة أولى من علي الزغليمي، علولو ما يخليش الكرة تمر يرتكب العفوة وترجع من جديد لأقدام الكريب تتحرك وتبحث عن العودة في النتيجة، خاصة وأنه يعني فريقه اثنين بلاش خاسر في تقريبا 16 دقيقة في هذا الشوط الأول، دائما في إطار القسم الأول المجموعة الرابعة بالملعب البلدي بالكريب، والكرة تمشي على طول لكن أمامها زيادة الجبالي ما يخليهاش تمر، تمريرة من عزيز الواتي لكن تمشي اللمسة الأخيرة برمية التماس، رمية التماس للنجم الرياضي بسليانة، الماكينة معدلة بالباهي ماشية حاليا كما يحب تكتيك الخريطة الفنية فيصل بوغرين، ممكن أقرب برشا فريق نادي
الكريب وتمشي كرة ملعوبة بتمريرة أرضية بين أقدام سليانة على السلواتي عبد الرحمن النميري حاول لكن الكرة تمشي بمخالفة. الحكم يقول قبل ذلك ضربت المقابلة ضربت مخالفة عفوا مقابلة كاش ممكن سامحة الكرة هذه باش سليانة يسجل ممكن الثالث. كابيتانو سليانة كما تراو فيه رقم 2 عبد الرحمن النميري جمهور ممكن اغلبه يعني من الكريب ينتظر تسجيل الاهداف لماكينه صاحب الديار نجم نقولوا يعني ثاني مباراه اول مباراه يلعبها في الملعب البلدي بالكريب. كما قلنا منذ البدايه عنده مشكل الفريق هذا ما عندوش ملعب يعني يتنقل ديما لمعتمديه يعني بوعراده باش يلعب جل المقابلات نتاعو. تتلعب الكره تمرير ثم تسديده ممتازه تسديده باليسار تزيد ماهيش بعيدة على كاش ممتازة يتفاعل معها حتى الجمهور اللي ورا كاش. ترجع الكرة ملعوبة في المحطة الدفاعية من أنيس المحجبي ثم حمدي بن سالم يبدل على اليسار مع حمدي الفرشيشي فرشيشي يعمل المراوغة ثم يمررها على اليمين ياخذها بسام عثمان ترجع من جديد الحرس للمرمى. صابر الهديوي يطول الكرة في العمق بالرأس من المدافع خليل الجبالي ثم كرة عالية في المقابل يعني تقطع في العرض كرة كما جات بعدها خليل الجبالي باش تمشي برمية التماس رمية التماس من جديد ملعوبة أو لا الكرة تتلعب مخالفة في المناطق الدفاعية تمريرة تقصيرة بيقدم الكريب من حمزة الادريدي ثم وسام العبيدي في السلام يحاول يدور بكورته ينجح بالاقدام في تمريرها لكن ما يزفرش المخالفة الحكم يخلي الكرة واللعبة تتواصل وتمشي من جديد برامية تماس لأبناء الكريب باش يلعبها سويل الخياري. سويل الخياري المجموعة هذه تلعب يعني من أجل كما قلنا يعني زوز الفرق باش يلعبوا مرحلة التتويج من أربع جمعيات جمعية التتوين نجم الرياضي بسليانة وجمعية تنثرش ونادي الكريب شكون اللي باش يلعبوا التتويج ولا غير التتويج يعني طموح كل فريق خاصة إذا نلقاو كل جمعية تحاول توفر الظروف المناسبة والملائمة لملعبيتها يعني بالنسبة للكريب هو أول فريق تأسس في الميني يفوت في الشمال الغربي وبعده جاء نجم سليانة النجم الرياضي بسليانة تنتمي هذه الفرق للمجموعة الرابعة. بالنسبة للكريب انسحاب من الكاس أخرج بعد الهزيمة يلعب توا من أجل بطولة نسمة سوبر ليج تتلعب الكرة دون خطورة الأخيرة وترجع برمي التماس يلعبها سويل الخياري لكن تلقى رأسية المدافع عبد الرحمن النميري بعدها عكاش تمشي كرة ضربت الركنية على اليسار حرس المرمى صبري الهديوي صبري مازال في إجازة وقتية نجم نقولوا الكرة ملعوبة خطيرة لكن المدافع حرس المرمى ثم المدافع تغطية ممتازة يغطي على الكرة الأخيرة كاد يسجل هجوم الكريب عن طريق المهاجم ربيع عياري عنده 9 اهداف ابن بوعرادة يلعب في فريق الكريب تلعب الكرة من صبري الهديوي تولها بالراس تمشي الكرة الأخيرة ماشي قوية حاليا بالنسبة سليانة تراجع شوية ممكن لمناطق الخلفية يقول لك منتصر زوز اهداف ما عندي علاش باش نسرع في الهجمة حاول نلعب الهجمات تالا معاكسة تمشي كرة من جديد رامي التماس رامي التماس ملعوبة بالراس في مناطق النجم الرياضي بن سليانة كرة لحمدي بن سالم لكن فما دافع أولي الحكم ما يزفرش المخالفة ترجع للنجم الرياضي بن سليانة على اليسار يبدلها حبيب السمراني السمراني يحاول باش يعمل لقطة فنية ما تنجحش وتم الكرة للكريب ملعوبة على اليمين أقدام الكريب تتحرك والكرة شنو يقول حكم المخالفة ضربت المخالفة خالفة لأبناء الكريم مجلبة هذه المرة لكن ماهيش بعيدة على كاش مع إنذار للاعب النجم الرياضي بسليانة كابيتان والفريق حمد عبد الرحمن النميري بعد خذا يعني جاد بدر إنذار حاليا ثاني
الانذارات في الشوط الاول عبد الرحمن النميري والكوره امامها زوز ملعبيه كجدار لسد هذه المخالفه. قاعد نشاهد في لعب رقم 11 بسام عثمان صاحب الهدف بجنبه من النجمه والهدف الاول، الهدف الاول للكريب 2-1 ممتاز. الكره الاخيره بالتسديد السحيقه الصاعقه قيس بوكسير يسجل اول هدف للكريب 2-1. الجمهور يتفاعل مع التسديده اللي ما لقاش ليها حتى حل الحارس صابر الهداوي. ممتاز قيس بوكسير ما قصرش في الكره الاخيره 2-1. التشويق في هذا الشوط الاول ممتاز. الكره معطره كانت لكاش تمشي كره ملعوبه للنجم الرياضي بيسليانا البعض كما جات سويل الخياري في وسط الميدان تمشي الى زميله وسيم عقاب يحاول يمشي بها على اليسار لكن التغطيه ممتازه. التغطيه مع ربيع العياري يعني مع الهدف جات الاستفاقه حتى جمهور الصفاق في دقيقة تقريبا 21 بعد تدشين الشباك 3 اهداف في هذا الشوط الاول، زوز منهم للنجم الرياضي بسليانا واحد منهم للكريب. وشكون اللي باش يسجل قادم الاهداف؟ تمشي كرة برامي التمس هذا اللي نحبوا عليه في الميني فوت في بطولة نسمة سوبر ليج، خاصة وانه قناة الجهات كاميرا نسمة تصور فيك وهذه فرصة باش توري القدرات الفنية نتاعك توري اللمسات الهجومية. مع 3 اهداف النجم نقولوا انا ولد الشمال الغربي كي نرقد الكورة مبيتها بجنبي على خاطر انا في الكورة حربي وكي نحرك ساقية بالقلايب والجرينتا الكورة ما تهربش من بجنبي. الكلنا اولاد تونس حلمنا ونحبوا والكورة تمشي ماهيش خطيرة ونحبوا نحقوا امانينا حلمتنا نوصلوا صورتنا لغتنا في الملعب مش بالكلام اما بالاقدام. وانت يا كوارجي ود البطحة حط في قلبك واعطي ما عندك وما تخليش غرامك للكورة غصة في قلبك فتق مواهبك وبلهم بالكرة خلي كل الجمعيات يلوجوا عليك في كل دورة تمشي كرة برمي التماس ملعوبة قريبة من منطقة الجزاء للكريب تزيدة ممتازة تزيدة اليسارية في المرة من حمزة أجبالي حبيبي قد حرس على مرمى صابروش صابري الهديوي يقول لك صابري نجحنا وسجلنا له هدف لعل يجي الهدف الثاني يجي الهدف التعادل تمشي كرة دائما في المناطق الدفاعية عند كابيتانو عبد الرحمن النميري يمشي بكل ثاني ثم يبدلها على اليمين تمريرة مع جياد بدر ثم تزيد لكن تمشي تمر أمام المرمى باش ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي بيسليانا بعد الومض الهجومي الأخيرة. نجم نقولوا شوط أول محترم جدا بين زوز الجمعيات بما انهم نجحوا 3 مرات في الزيارات الرسميه ركنيه على يمين حارس المرمى ايمن بن علي ايمن في الكاش في المقابل شكون باش يلعب الركنيه يبدو لي مروان النشمي مروان يلعبها قريبه من منطقه الجزاء الى زميله توصل لكن مقطوعه في مره ثانيه من فكاك وسلمدين اللي سند المناطق الدفاعيه علي زغليمي لكن تفتك الكره وترجع. شنو يقول حكم مخالفه ولا حكم يقول مخالفه رامي التماس رمية التماس أو مخالفة في الكرة الأخيرة المعاكسة مخالفة الحكم يقول أو رمية التماس رمية التماس تلعب بين أسامة العبيدي يلعب عالية على اليسار لكي تمشي كرة إلى حارس المرمى صابري الهديوي يرجعها قريبة لكن يخرج حارس المرمى قريبة من منطقة العثرة لكن حارس المرمى كمدافع صابري الهديوي بعدها تمشي كرة من جديد للنجم الرياضي بيسليانا يعني تكتيك الخريطة الفنية كما تراو فيه فيصل بوغريني نجم نقولوا راضي على هذا الشوط الأول وعلى هذا الأداء. الشوط الثاني ننتظر أكثر أهداف مشاهدين الكرام. نرجع توا مع زميلي محمد شريف حواس في الاستوديو ثم نعود للتعليق على الشوط الثاني.
شكرا لك زميل فخري الطاهري. 3 اهداف لينيهم في 25 دقيقه اولى، 3 بونتوات مزيانين ياسر، خاصه بالطريقه الجميله للتعليق للزميل فخري اللي نحييه من هنا. نرجعوا لشريط الاهداف. النادي المصري بالكليب والنجم الرياضي بسليانة، الفريق الضيف يحدث المفاجاه وهي افتتح التسجيل في 25 ثانيه اكاهو. كي نقولوا 25 ثانيه نرجعوا ونحكيوا على الجائزه اللي عملتها مؤسستها يعني الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره لاسرع هدف. الهدف الاسرع في الجوله هذه نتصور ما فماش بونتو باش يتماركا اسرع من هذه في 25 دقيقه اولى. هدف محمد امين النميري في 25 ثانيه، لي يزيد زميله الهدف الثاني لسليانه في 13 دقيقه زميله بسام عثمان. لي بعديك نلقاو الفريق المستضيف يعني اذا يذلل النتيجه زميله قيس بوقصير. نحكيو على الميتون الاول 25 دقيقه اولى كانت بصراحه النجم الرياضي بسليانه اذكى، عارف كيفاش تستغل المساحات، لعبت الكرات يعني طويله، ما وحلتش ياسر وسط التيران، ما دورتش ياسر كره، صحيح كانت عملت اكثر على اللعب المباشر الا انها كانت اذكى وعرفت كيفاش تنتصر. خلينا نقولوا ديما على مستوى مش تنتصر، تاخذ اقدميه على مستوى شوط اول. مازالت 25 ثانيه 25 دقيقه اخرى 25 دقيقه اخرى باش نراو فيها سيناريو اخر، اهداف اخرين نتصوروا ونحبوا نراو بونتوات اخرين باش تتمتع اكثر المشاهدين. نحكيوا على كره القدم المصغره والميني فوت والبروجي الكبار على المستوى الافريقي والعربي. ان شاء الله نهار السبت وغدوه باش يكون الاجتماع الاخير من اجل تاسيس الكونفدراليه الافريقيه اللي باش يكون مقرها في تونس. الكونفدراليه الافريقيه اللي الى حد الان الاتفاق يمشي نحو ترأسها من السيد اشرف بن صالحه رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره، والامين العام نتصور انه باش يكون المصادرنا تاكدنا انه باش يكون السيد سامي بوزيد. زاد نهار الاحد اجتماع مهم ياسر لكره القدم المصغره، لكن على المستوى العربي نحكيو اجتماع الاتحاد العربي لكره القدم المصغره لوضع خطه عمل جديده، خطه عمل نحكيو على المدى القصير والمتوسط لكومبيتيسيون اللي باش تنظموا ليكيبات يعني لاكثر يعني كومبيتيتيفيتي للملاعبيه هذوما. نذكروا بالترتيب الحالي للمجموعه الرابعه والزوز ايكيبات اللي كنا نتفرجوا فيهم. المجموعه الرابعه في المجموعه الصغرى اللي كما ذكرنا قبل ما تنطلق المباراه انها مقسمه الى زوز مجموعات حسب البعد الجغرافي بين ليكيبات بين المعتمديات والمناطق هذوما. في المرتبه الاولى جمعيه تطاوين بثلاثة نقاط، في المرتبة الثانية النجم الرياضي بسليانة المنتصر حاليا ونذكره بنقطة واحدة، في المرتبة الثالثة جمعية مطرج بنقطة واحدة، وفي المرتبة الأخيرة نادي المستي الكريب. نمشيو للمجموعة الصغرى الثانية اللي في نفس المجموعة الرابعة، ديما نذكروا المرحلة هذه البلاي أوف من أجل الترشح لمرحلة التتويج. نلقاو في المرتبة الأولى النجم الرياضي بفريانة بثلاثة نقاط، المرتبة الثانية النادي الرياضي القفصي بثلاثة نقاط زادة، في المرتبة الثالثة ترجي جرجيس بصفر من النقاط، وجمعية رقيب في المرتبة الرابعة والأخيرة بصفر من النقاط. نذكروا برنامج نسمة لبث المباريات في بقية خلينا نقولوا في نهاية الأسبوع هذايا، غدوة نهار السبت في الملعب البلدي بالمساعدين درجة أولى نسمة سوبر ليج درجة أولى، اف سي المساعدين يستقبل الأمر الرياضي بالساحلين. نهار الأحد وفي تيران انرجي جي كلوب في نابل، اف سي نابل يستقبل الاولمبي التميمي. نحكيو على باقي المجموعات والترتيب. كما نعرفوا التنافس حاليا بين اغلب ليكيبات حول الترشح الى مرحله التتويج باللقب. نحكيو على المجموعه الاولى الاتحاد الرياضي بني خيار في المرتبه الاولى ب 20 نقطه، اتحاد في المرتبه الثانيه الملعب الرياضي بدار شعبان ب 19 نقطه، يليه تازركا ميني فوت في المرتبه الثالثه ب 17 نقطه، في المرتبه الرابعه نلقاو سمعه ميني فوت ب 16 نقطه، في المرتبه الخامسه نلقاو نادي كوريبيس قربه ب 15 نقطه، في المرتبه السادسه نلقاو اف سي مورنيك 9 نقاط وبأقل نقطة بثمانية نقاط نلقاو في المرتبة السابعة اتحاد الحمامات، في معمولة ميني فوت في المرتبة الثامنة وقبل الأخيرة بأربع نقاط، وفي المرتبة الأخيرة الخليدية الرياضية برصيد 3 نقاط. نمشيو للمجموعة أخرى، المجموعة الثانية الجمعية تطرنجة في المرتبة الأولى ب 22 نقطة، نادي الموانئ البحرية في المرتبة الثانية ب 18 نقطة، الجمعية الرياضية بيوتيك في المرتبة الثالثة بنفس الرصيد من النقاط، جمعية ريد وولف ب 17 نقطة في المرتبة الرابعة، الشباب الرياضي بالمروج في المرتبة الخامسة ب 8 نقاط، وبستة نقاط العوينة الرياضية في المرتبة الثامنة، في نفس المرتبة النادي الرياضي التونسي وأولمبيك
النادي الرياضي التونسي بثمانية نقاط في المرتبة السابعة، أولمبيك ميتلين في المرتبة الثامنة بستة نقاط، وأخيرا وليس آخرا نادي إليس في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. نمشيو للمجموعة الأخيرة واللي ترتيبها الحالي، نلقاو الأمل الرياضي بالساحلين ب 19 نقطة في المرتبة الأولى، الأهلي الساحلي ب 18 نقطة في المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة زادا نلقاو إف سي المساعدين ب 17 نقطة، المرتبة الخامسة الرابعة النادي الرياضي القيرواني ب 16 نقطة، المرتبة الخامسة المستقبل الرياضي بالوردانيين ب 15 نقطة، النجم الرياضي بسوسة في المرتبة السادسة ب 10 نقاط، النجم الرياضي الخنيسي ب 7 نقاط في المرتبة الثامنة، وفي المرتبة التاسعة نلقاو النادي الرياضي الشابي ثم نادي رومانسيا ب 4 نقاط. حاليا مشاهدينا نخليكم مع الشوط الثاني، سيناريو آخر إن شاء الله نراو برشا بونتوات ونرجعوا للملعب البلدي مع زميلنا في التعليق فخري الطاهري. شكرا لك زميلي محمد الشريف الأحواس. مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة نسمة وموقع نسمة الاسبور، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الكروية في إطار بطولة نسمة سوبر ليج اللي هي قناة نسمة تعيشكم يعني الحدث في كل مرة يتم يعني برمجة مقابلات من كل جهات تونس من المعتمديات من الولايات أي بلاصة في تونس بحول الله باش نزوروها نحاولوا نوصلوا كاور شيء الصحاح نوروا صورتهم ونوروا كذلك فنياتهم وابداعاتهم. شوط اول نتيجه وقتيه انتصار للنجم الرياضي بسليانا زوز اهداف مقابل هدف وحيد، ثلاثه اهداف يعني حصيله الشوط الاول، وننتظر اكثر اهداف ومزيد من الهجومات ومزيد من السيارات الرسميه في هذا الشوط الثاني من مباراه نادي ميسي الكريب والنجم الرياضي بسليانا. الكره في وسط الميدان باش ترجع لأقدام لكريب في وسط الميدان زياد جبالي، أمام الكرة باش يحضرها إلى زميله رقم 11 أسامة العبيدي، حضر له الكرة ما يسددش يرجع بها على اليمين ملعوبة بين خليل جبالي ثم يرجعها من جديد الزغلامي، تمريرة قصيرة بعد التوصيات الفنية لكلا المدربين. التكتيك الخريطة الفنية رضا شنوفي بالنسبة لماكينة الكريب في المقابل فيصل بوغرين لماكينة سليانا. كيف سيكون الشوط الثاني ولمن سيكون الانتصار، خاصة وأنه يعني مشاهدينا الكرام متابعينا الجولة الفارت الجولة الأولى جمعية مطرش كانت تعادلت في مطرش أمام النجم الرياضي بسليانا 3-3، نادي ميسي الكريب كان لازم أمام الجمعية الرياضية بتطاوين بعد تنقل النجم نقوله صعب دام أكثر من 7 ساعات بالنسبة للكريب خسر 4-1. بالنسبة بلوغة الكورة الكريب جاية من خسارة وسليانا جاية من التعادل، وشكون اللي باش يخطف نتيجة المباراة؟ تمشي كورة ملعوبة على اليمين لكن يغطي عليها ممتاز محمد أمين النميري النمر كما قلت لكم في الشوط الأول. الجمهور الصغار الكبار الكل يتابع في الميني فوت يتمتع بفنيات أولادنا شبابنا الكاورجية الصحاح أولاد الحومة أولاد الجية، وتمشي كورة ملعوبة على اليمين ياخذها حمدي بن سالم، يلا يا حمدي لكن يفكالو عزيز الواتي يقولوا موجود لهنا باش يفك الكرات اللي باش يحاول يعمل ومضة هجومية يحاول يعمل مراوغة، أنا موجود باش يفك له الكرة. الهدف الهدف تعادل ممتازة التسديد الساحي في الأرضية ترجع المباراة إلى نقطة البداية، يتفاعل مع الجمهور ممتازة الكرة الأخيرة يمشي بالكرة رقم 12 بالنسبة لنادي ميسي الكريم في الكرة الأخيرة قيس بقصير يسجل ثاني أهداف ليه في هذه المباراة والثاني أهداف نادي ميسي الكريم. فسخ وعاود من جديد 2-2 تمشي كرة ملعوبة تغادر المستطيل الصغير يعني التوصيات وشحن البطاريات كان ممكن أكثر في دقيقتين من الشوط الثاني للكريب. رضا الشنوفي ترجع الكرة ملعوبة من عزيز الواتي لكن بالراس ياخذها سوي الخياري وتمشي كرة والومضة الهجومية لكن تفك وتمشي رمية التماس. مباراة الإثارة والمتعة والفرجة والكورة تمشي رمية التماس من جديد، الحوارات الثنائية بين الملاعبية راهو فيها كما تراو السيد متخمر عامل بون كيف قاعد على القاعة هكا على الملعب مركز مع الملاعبية يتكتك على طريقة زيدان يعني كيفاش باش تلعبها المباراة وتمشي كورة من جديد.
أنا متصور يعني يعاود بعد يتفرج في المباراة يقول أنا قعدت هكا ونبرت هكا على الملعبية وعطيت التوصيات زعما صحيح. هذه هي المين يفوت وهذه هي اللعبة نتاع العفوية نتاع يعني اللي فما فما ما غير ما نحاولوا يعني نمثلوا تمشي كورة ملعوبة من المدافع عبد الرحمن الميري يلا يا نمر يبدل مع حبيب السمراني السمراني إلى حرس مرميه صبري الهديوي صبري صبر صبر في الشوط الأول لكن هذه المرة يجيه بوتو ثاني للكريب ممكن ياسر ما كانش يتصورها تبعها كل الأخير يعطيه الصحة لكن ما كانش يتصور الكريب باش تسجل منذ الدقائق الأولى من الشوط الثاني ملعوبة كرة أرضية من شوقي جويني على اليمين يمشي بها حمدي النمري التسديدة في المرة ماهيش قوية عند حرس المرمى يرجعها بسرعة إلى الظهير الأيسر يدور بها يقدم بها قيس بقصير قيس عنده ساق اليسار كنايز سجل بها زوز أهداف وممكن ينجم زاد يسجل خاصة وأنا مازال أكثر من 21 دقيقة في هذه المباراة تمشي كرة بمخالفة لأبناء النجم الرياضي بسليانة خذا بايو في الشوط الأول سجل زوز الكريب سجل هدف وحيد في الشوط الأول وهدف في 4 دقائق من الشوط الثاني كيف ستكون المباراة وكيف ستكون النتيجة والمخالفة أمامها حمدي الفرشيشي يعيطوا له جولا يلا يا جولا لكن تحطها في كرة تحط الكرة في كاش جولا بالرسمي يركز جولا يقرب له عبد الرحمن الميري حذر له لكن تمس في ملاعب الكريب تمس في ملاعب الكريب وتمشي من جديد باهي التسديدة فكرة ممتازة تحضير الكرة ثم سيد جولا يسدد لكن الكرة تجيب ركنية ركنية على يسار حرس المرمى أيمن بن علي ما توصلش الكرة وترجع الكرة يبدو لي فيها مخالفة فيها مخالفة سيد الحكم على كل ترجع الكرة من جديد نجم الرياضي بيسليانة يسرع والتسديدة بعيدة على كاش بعيدة على مرمى هذه يعني ديار سليانة ديار الكريب من ربوع الشمال الغربي كاميران نسمة تخير هذه المرة النقل المباشر والحصري نزول جمعية ذوما علاش ليه يعني ننتظروا كيف تعمل جمعيات خاصة انه ثماش يعني بالنسبة في ولاية كيف نسمة السوبر ليغ تحب تمشي لكيف تمشي للقصبة تمشي لحي الدير ننقلوا يعني الصورة من الولاية وكذلك من معتمدياتها ما ثماش ولا جمعية على كل ممكن الموسم القادم على شويه من راوش الكورجيه نتاع الشمال الغربي في كيف تمشي كوره ملعوبه لكن تمشي بضربه مخالفه ضربه مخالفه مع انذار يرافقها انذار الملاعب النجم الرياضي بسليانة عزيز الواتي امام الكوره سويل الخياري سويل الخياري مكان العمل في تونس العاصمه لكن يتنقل ويساند في الفريق اكثر من ملاعب يلعب في نادي ميسي الكريب وموش موجود يعني في معتمديه الكريب اغلبهم من تونس يعني من خلال الاتصالات نتاعنا مع الهيئه المديره لهذا الفريق يقولوا ملاعبيه مضحيين ماهمش ياخذوا في الفلوس يجي ويساندوا في فريقهم في الجهه هذه من اجل تمثيلها وهذا نحبوا عليه لكن في المقابل ننتظر ديما الدعم ديما ماذا بينا تحاولوا تعاونوا الملاعبيه نتاعكم الجهه نتاعكم يعني الاسم نتاعها باش يعني نذكروه في التلفزه علاش يعني تحاولوا تشجعوا الملاعبيه نتاعكم اللي يمثلوكم في هذه المباراه يحاولوا يعرفوا بالمنطقه نتاعكم ويشرفوكم وتمشي كوره من جديد برميه التماس هؤلاء توقف اللعب من جديد بضربة مخالفة الأكثرية الحكم يقول ضربة المخالفة في المناطق الدفاعية ترجع الكرة لأبناء النجم الرياضي بسليانة والحائط البشري من زوز ملاعبية ممكن يلتحق بهم ليقعد ملاعب وحيد أنا كنت نظن أنه مش يلتحق بهم لاعب ثالث خاصة وأنه الكرة مجنبة على الكاش وقريبة كذلك كما تراول الجمهور ينتظر مزيد من الاهداف ترجع الكره لنادي ميسي الكريم لكن قبل ذلك المخالفه هذه المره للمحطه الدفاعيه ننتظر الهجومات العسيره لكلا الفريقين لمزيد من الاهداف التشويق متواصل
والمتابعة للجمهور متواصلة كذلك. تطلع بالكورة من شوقي الجويني، حافظ على كورته، لكن في المقابل فما تغطية من عبد الرحمن الميري، يربح بها الكورة، يرجع بضربة مرمى لحارس مرميه صبري الهديوي، يلعبها على الطول، استقبال ممتاز، ترويض الكرة بالزر من بسام عثمان، يحاول يمشي بها على اليمين لكي تمشي كرة، يسبقها برمية التماس، رمية التماس يلعبها حمزة الجبالي، لكن تمشي الكرة للمدافع، يحاول يغطي على كورته ويبعدها عالية كما جات لمناطق المنافس. في كل مرة قاعدين نشاهدوا في نادي ميسي الكريم يحاول يكتسح مناطق النجم الرياضي بسليانة لتسجيل أكثر أهداف. تمشي كورة لأبناء الكريم من زياد الجبالي، توصل الكورة خطيرة خطيرة، تضرب في المدافع وحارس المرمى ممتاز ممتاز لوامضة الهجومية، كاد يسجل بها ثالث أهداف. بدأت المباراة تشتعل كرويا أكثر، كل فريق يحاول يسجل ثلاث الاهداف ليفرح انصاره. تمشي كره تزيده بجانب القائم الايمن، تزيده هذه المره بجانب القائم الايمن، تلقى الحارس يتابعها ممتاز. يلا يا صبروش قوم، ان شاء الله سلامات لاباس. في الكره الاخيره صابر الهديوي يتصدى للكره ويرجع بضربه ركنيه باش يلعبها حمزه الدريدي، لكن يرجع حارس المرمى ملقى على ارضيه الميدان صابر الهديوي في الكره الاخيره. ان شاء الله السلامات، ان شاء الله لاباس. قاعد نشاهد في سوسه ملاعبيه باش يعزوا صفوف النجم الرياضي بسليانه، كما تراو رقم 11 بسام عثمان اللي سجل في الشوط الاول، يرجع من جديد للماكينه السليانيه، باش ترجع الكره من جديد بضربه ركنيه، حارس المرمى يرجع يقوم سلامات ان شاء الله لاباس. في الكره الاخيره والتزيده اللي كانت من اقدام الكريب، باش تلعب الركنيه على يمين حارس المرمى، باش يلعب الكره حمزه الجبالي، ننتظر حمزه توزيع الكره او تكون تحذير، خارج منطقه الجزاء في مره اولى ثم تزيده في مره ثانيه، تبعد من المدافع ثم كما جات من عزيز الواتي، تلقى في المقابل خليل الجبالي، خليل ثم سهيل الخياري، خليل سهيل، لكن الحكم يقول رمي التماس، التدخل سليم في الكره الاخيره، يعني زوز الجمعيات يطمعوا لثلاثه نقاط حاليا، نجم نقولوا كل فريق عنده نقطه. وتمشي كره حاول ينفع حارس المرمى لكن ممتاز، برافو صبري الهديوي، خمسه على خمسه حاليا صبري، تصديات ممتازه في الوقت المناسب لكل الهجومات، وتمشي كرة بركنية من جديد. حمزة جبالي على خصائص في تنفيذ الركنيات، تحضر في مرة أولى ثم في مرة ثانية، تحذير التسديد من علي الزغليمي، ترجع الكرة بومضة هجومية معاكسة، لكن الفكاك في وسط الميدان، الموسيقار اللي يقطع كل الهجومات، واعني به حمزة دريدي يلعب كوسط في فريق نادي ميسي الكريم. يعني بالنسبه لولايه السليانه اللي يعني معروفه اقتصاديا بالنشاط الفلاحي، تعرف المنطقه هذه غياب للحركيه على المستوى الصناعي وكذلك السياحي، السياحي نعرفه بالنسبه فما برشا مناطق خاصه مكثر اللي عندها اثار نجم تكون قبلت السياح، لكن رغم ذلك عندها مشاكل، ما فماش سياحه، ما فماش كذلك حركيه على المستوى الصناعي، فما كان الفلاحه، والفلاحه زاد نعتبروها كذلك مورد هام جدا في اقتصاد التونسي. تمشي كره ملعوبه على اليمين من اللاعب حمزه الجبيلي، الجبيلي تمشي الكره من جديد ملعوبه لحارس المرمى صبري الهديوي ثم عزيز الواتي، يعني الراو ماذا بين لفته للمناطق هذه، في كل مره نحاولوا أن وصلوا صوت الجهات هذه، يعني تكون تنمية في مثل هذه الجهات في ولاية سليانة بكل معتمدياتها دون استثناء. والكرة باش ترجع بضربة مخالفة مقابل الكاش، قاعد نشاهد في وسيم عقاب اللي هو على أرضية الميدان، هو يقوم يرجع ويجيب معاه مخالفة لأبناء سليانة، للنجم الرياضي بسليانة اللي تأسس في 2016
مثله مثل نادي ميسي الكريم اللي تأسس في 6 أكتوبر 2016 لكن قبل تأسيس النجم الرياضي بسليانة ببضعة أيام. باش نرجع الكرة بمخالفة كما تراو حتى الجمهور هنا يعطي التوصيات، فما شكون يقول له سدد الكرة عرضية، فما شكون يقول له حاول سددها على اليمين، الآخر يقول له على اليسار. الجمهور العائلة عندهم داخل النجم يقولوا تكتيكيا يعطيوا توصياتهم للملاعب هي للكوارجية صحاح لولاد الحومة. تمشي كرة برامي التماس بالرأس بالرأس عند حارس المرمى، رأسية ممتازة بعد التوزيع كان مروان النشمي في الاقتناص، لكن الكرة تمشي لأيمن بن علي اللي بدوره يبقى حارس الأساسي بالنسبة لنادي ميسي الكريب. ترجع الكرة من جيد في المناطق الدفاعية، وصلنا في 14 دقيقة في هذا الشوط الثاني ودائما النتيجة متعادلة بين زوز الجمعيات بين ابناء جهة سليانة. تمشي كرة برمية تماس مقطوعة متفتل لها حمدي فرشيشي جولاب خرج الكرة الأخيرة، برمية تماس باش ترجع سهيل الخياري ياخذها ثم يمررها إلى أنيس المحجبي يبدلها على اليمين توصل الكرة في مرة أولى ثم في مرة الثانية يتم افتكاكها من اللاعب بسام عثمان يخلي الكرة بدوره برمية تماس إلى زميله جهاد بدر يلقبوا فيه جرينتا يلعب قليب يضرب فيه مع فريقه تتلعب الكرة توزيعة لكن ما يخذهاش المهاجم حسام الزناقي ما يخذش الكرة الأخيرة وترجع على اليمين ملعوبة من ربيع العياري ثم الكرة تمشي لكن ضربت مخالفة ضربت المخالفة وعرق لواقعة في الكرة الأخيرة ما خلاش ويمر كما تراو يعني في الشباب الجمهور البندير حاضر دربوكا حاضرة كل واحد عنده طريقته في تشجيعية وانذار انذار للاعب النجم الرياضي بسليانة يتفاعل مع الجمهور دائما بطبيعة الحال في إطار الروح الرياضية حتى الجمهور فيها قاعد محترم القوانين الرياضية وكرة باش ترجع بضربة مخالفة لأبناء الكريب كرة ماهيش مقابلة كاج مجنبة شوية كما تراو في الحارس المرمى وحش المرمى صبري الهداوي يعطي التوصيات ثم التسديد ما تمرش تضرب في الحارس البشري في المرة الأولى ثم ملعوبة من أسامة العبيدي ترجع الكرة اختيرا الهدف الثالث الهدف الثالث بونتو 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 التوقيع ليختم ميسي ميسي الكريم نادي ميسي الكريم ينجح ممتاز ربيع العياري رقم 7 الايقاع موجود في الملعب البلدي بالكريم الهدف الثالث لنادي ميسي الكريم يرجع ويسجل الهزيج الجماهير حاضر هنا في الملعب البلدي تتفاعل مع هدف الملاعب نتاعها رقم 7 ربيع العياري يدشن الشباك بثلاث الاهداف ممكن برشا الخمس دقائق نتاع وقت الراحة المدرب رضال الشنوفي عرف كيفاش يشحن البطاريات نتاعو توصيات في بلاصتها ممكن وتحية ليه توصل يعني من إطار من رئيس الجمعية من رئيس نادي ميسي الكريب يقول المدرب هذا من عام ناول ما خذاش فلوس على الجمعية نتاعو قاعد يريني في الملعبية نتاعو قاعد باهي بالملعبية لكن في المقابل يعني ما فماش أمور مادية ما فماش يعني فلوس يعطيه الصحة رضا شنوفي برافو من هذا المنبر وهذا اللي نحبوا عليه ما نحبوش يعني تكون فما مشاكل حتى في الجمعيات نعرفوا المشاكل موجودة مادية في كل الفرق تمشي كورة ملعوبة لكن ما تنجحش الومضة الهجومية من شوق الجويني الحكم يقول مخالفة لعب بسرعة اقدام سليانة تسرع هذه المرة للعودة في النتيجة خاصة وانه يعني الكريب عرفت باش يرجع في المباراة بعد ما كان اثنين بلاش يسجل هدف ثم خطوة خطوة يسجل الثاني وبعد السرعة القصوى يسجل ثلاثة الاهداف ثلاثة مقابل اثنين لنادي ميسي الكريب صاحب الديار تمشي كورة بمخالفة باش يلعبها جولا يلا يا جولا ركز شوف الكاش في عقلك وننتظر التسديده الساحقه حب المباراه مشوقه لاخر دقيقه
الحكم يقول من مكانها يلعبها من مكانها يجو لا يخليها لجياد بدر. جياد بدر تزيد الكرة باهي تزيد باهي تزيد الكرة الجولة رائعة تزيد من جولة باش ترجع الكرة بضربة مرمى لأيمن بن علي حارس مرمى الكريم كما تراوى المدرب لا يهدى له بال مدرب رضا شنوفي لنادي ميسي الكريم التوصيات الفنية وتلعب الكرة قريبة من منطقة الجزاء ضربة كات ثم الكرة تمشي برمية التماس دربك في المنطقة الدفاعية يربح معها رمية التماس. وصلنا مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة العائلة وموقع نسمة الاسبور 19 دقيقة في هذا الشوط الثاني 6 دقائق على نهاية المباراة وعلى نهاية حوار الأقدام الممتع والمشوق في تقريبا 5 أهداف بالتمام والكمال. شارجع الكرة من صابر الهداوي طولها في العمق لكن بالراس في مرولة ثم كرة خطيرة لسليانة كاد يسجل هدف التعادل كاد يسجل هدف التعادل سليانة اقتناصها الكرة ثم سدد مباشرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس أيمن بن علي تزيد المهاجم حسام الزناقي ترجع الكرة ملعوبة من أيمن بن علي في مرة أولى ثم في مرة الثانية من سهيل الخياري ترجع الكرة لأبناء السليانة على اليسار يبدلها ثم تزيدها التزيدة من أقدام محمد أمير النميري النميري تزيد وتمر بجانب المرمى يلقبوا فيه كريستيانو النميري محمد أمير النميري كريستيانو وبطبيعة اللقب نتاعو يعني القوة النميري تمشي كورة يلا يا نمر ننتظر المزيد من الأهداف حمدي بن سالم ترجع في وسط الميدان ملعوبة من عزيز الواتي بدلها على اليمين في اتجاه زميله ما توصلش إلى جهاد بدر ترجع برامية التماس برامية التماس ملعوبة على اليسار أطراف الكريب تتحرك الطرقات على اليسار على اليمين ينوع في بناء الهجمة وكرة ترجع للألوان البيضاء ولا حمراء في وسط الميدان جولا حارس المرمى حارس المرمى يتسدى لجولا تمشي كرة بضربة ركنية بدا سلاح التسديد فريق سليانة تقريبا في دقيقتين لعب النجم نقولوا من دقيقة 18 لدقيقة 20 يكتسح في مناطق الكريم وهاي كرة تمشي هذه المرة ماهيش خطيرة من عزيز الواتي عزيز الواتي في التسديد الكرة الأخيرة باش ترجع الكرة من حارس المرمى أيمن بن علي طولها إلى زميله حمدي النمري أجمل صورة قاعدة توصل فيكم من جمهور ولاية سريانة سواء منطقة الكريم أو كذلك سريانة الولاية تمشي كرة بمخالفة بمخالفة الكرة مجنبة على المرمى نادي ميسي الكريم في المقابل باش يلعب الكرة مروان النجمي بما انه يلعب سيق اليسار ممكن هو الاقرب باش يلعب المخالفة او بسام عثمان بسام عثمان هو اللي باش يلعب المخالفة كما تراو فيه فما جهاد بدر فما عبد الرحمن الميري فما جولاء عنده برشا يحفظوا للتسديد على كل باش يلعب الكرة من بسام عثمان يبدو لي باش يمهد الكرة الى زميله رقم 2 عبد الرحمن الميري تمهيد الكرة النميري لكن تضرب في سهيل الخياري في مرة أولى توا بالراس تبعد ياخذها في وسط الميدان وسام العبيدي ترجع الكرة لحارس المرمى صابر الهداوي تمريرات تقصيرة أنيقة لأبناء سليانة ملعوبة من عزيز الواتي ومضى هجومية لكن شنو فيها ما فيهاش مخالفة الحكم يقول التدخل سليم من أنيس المحجبي ترجع الكرة حاول يبدلها قريب من منطقة الجزاء لكن غلق المنافذ والطرقات المؤدية للمرمى والهدف هدف التعادل ترجع المباراة إلى نقطة البداية رغم غلق المنافذ المؤدية للمرمى إلا أن أبناء سليانة ينجح في العودة في النتيجة الكرة والعودة الهجومية كانت تسريعة داخل منطقة الجزاء ينجح أبناء سليانة 3-3 6 أهداف كما قلت لكم منذ البداية المباراة مشوقة ممتعة كروية تو باش يسجل الهدف الرابع باش تكون ممكن
ضربة قاتلة للمنافس تطلع بيكورة أرضية من حمزة تريتي، لكن ترجع كما جاءت برمية التماس بعد تدخل شوقي جويني. رمية التماس لأبناء النجم الرياضي بي سليانة. جياد بدر هو اللي باش يلعب رمية التماس. تطلع برمية التماس من مروان النجمي، ثم في مرة يبدل على اليسار مع محمد أمين الميري. الميري رد بالكم منه، النمر هذا يتحرك وعنده تمريرات في مكان. الهدف الهدف أو لا الهدف؟ هدف أو لا؟ خلينا نتابعوا الصورة. الومضة الهجومية ما كانتش يعني الصورة واضحة، والكورة لا، زيارة ودية وليست رسمية. الكورة كانت ممكن في طريقها للشباك، ماهيش بعيدة، تمشي دون توقيع دون خطورة. كاد يسجل أبناء الكريم. ترجع الكرة من جديد لسليانة والهدف، الهدف الرابع، الهدف الرابع لأبناء النجم الرياضي بسليانة. ماكينة تتحرك وينجح في تسجيل الهدف. يبدو لي شوقي جويني ممتاز، يزيد الكرة على يمين حارس المرمى أيمن بن علي. 4-3 ومضات هجومية سريعة من زوج جمعيات، خاصة في 5 دقائق الأخرى لأبناء النجم الرياضي بسليانة. يسرع في تسجيل الأهداف ويمطر الشباك. 4-3 7-2 حصيلة المباراة. لعب الكرة محمدي بن سالم، لكن تمشي كرة بمخالفة الحكم يقول. المخالفة قبل أقل من دقيقة على نهاية حوار الأقدام بين زوج جمعيات. باش يلعب الكرة رقم 3 لنادي ميسي الكريم. أنيس المحجبي أمام الكرة. أنيس يلا يا أنوس، حاول يركز يعدل الرؤية للمرمى والتغييرات. باش يدخل رقم 4 لمسالة المحطة الدفاعية. بالنسبة لسليانة حسام الزناقي يعود لمسالة الفريق. حكم يقول تلعبها من مكانة. في المقابل سهيل الخياري يقول باش يلعب. سهيل يلا يا سو، السو ياخذ راحته. ثم شنو يعمل سهيل؟ سهيل الخياري يسدد، لكن شنو يقول حكم؟ تتعاد الكرة باش ترجع تلعب من مكانها أو لا؟ كانت فما حوارات داخل منطقة العثرة، منطقة الأمضاء، يعني بها بطبيعة الحال منطقة الجزاء. المخالفة هل تعيد مكينة نادي ميسي الكريب إلى مكانها الطبيعي؟ بعد ما كان هو المنتصر يرجع النجم الرياضي بسليانة ويسحق الشباك. سهيل الخياري أمام الكرة. حائط بشري من زوز ملاعبية، من محمد أمين الميري وحمدي فرشيشي. الخياري ياخذ راحته، ثم شنو يعمل؟ يوخر، يقدم، يمررها، لكن ما تنجحش التمرير وترجع مقطوعه من عزيز الواتي الى زميله. تمشي كره ثنائيه خطيره ممتازه لمراوغه بالمدافع، ثم ممتازه المدافع انيس المحجبي غطي على الكره ما يخليش الكره تمر. 25 دقيقه مشات وفات راحت، واخر الثواني يبدو لي اخر كره. ومضه هجوميه باش تقول يا ابناء النجم الرياضي بسليانه. ترجع بالراس من المحجبي، ثم شوقي جويني كما جات الى حمزه الجبالي. قدم بكره حمزه يعطيها على اليمين لزميله زياد الجبالي، لكن تمريرات قصيره تلقى في المقابل. عوده كل ملاعبيه النجم الرياضي بسليانه الى مرتقهم، وهذا منطقي جدا. يقول لك اخر الثواني نجم يجيني هدف وترجع المباراه متعادلة. تلعب الكرة لكن حارس المرمى، حارس المرمى ممتاز أيمن بن علي يتصدى للكرة الأخيرة. باش ترجع الكرة بضربة ركنية. النجم الرياضي بسليانة. عزيز الواتي يقول له باش يلعبها. باش يلعب الكرة عزيز. يلعبها لكن تمشي، افتكاكها من حمدي بن سالم يقدم بها في وسط الميدان، ثم يبدلها على اليمين. تلعب الكرة تمشي دون خطورة، تمشي دون خطورة. الكرة الأخيرة تمشي دون خطورة. في المقابل قادر في مدافع نجم الرياضي بسليانة على أرضية الميدان ملقى. يبدو لي في التدخل الأخير على الكرة، يعني قلق مهاجم نادي ميسي الكريم. إن شاء الله السلامات. كما تراو كل الشرائح موجودة في الملعب البلدي بالكريم من أجل مساندة فريقهم.
جمهور محترم العدد يعطيهم الصحة، تنقلوا في مساندة يعني ملعبية الكريب وكذلك السليانة كما تراو على الدائر تقريبا. يعني نجم نقولوا توا بطولة نسمة سوبر ليج ولات تتنافس في الرابطة المحترفة الأولى على مستوى الجمهور. بعد ما يقوم المدافع مدافع النجم الرياضي بسليانة سلامات أو قام باش ترجع المباراة من جديد في آخر الثواني تقريبا ثلاثة دقائق كوقت إضافي، كوقت إضافي بعد ما مشيت وراحت بالجزائري 25 دقيقة القانونية في الشوط الثاني. نعرفوا بالنسبة للقانون الميني فوت دقيقة على الأقصى يعني تقدير دقيقتين كوقت إضافي، لكن المباراة هذه ثلاثة دقائق بالثواني معهم 30 ثانية باش ترجع الكرة من حارس المرمى صابري الهداوي يطولها في العمق تمشي لكن بالراس تبعد من علي الزغلامي تمشي كرة على اليمين عوامته هجومية للكريب لكن حارس المرمى. تزيد مشاهدينا الكرام تجي معنا نهاية المباراة على نتيجة 4-0 مقابل 3 للضيوف للنجم الرياضي بسريانا أمام نادي ميسي الكريم. مشاهدينا الكرام إن شاء الله تكونوا اتمتعتوا بهذه التغطية وهذا النقل المباشر من الكريم لهذه المباراة في إطار الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوف. مشاهدينا الكرام إلى اللقاء على أمل أن نلقاكم في مواعيد كروية قادمة. الكلمة ليك زميلي شريف حواس. شكرا لك فخري الطاهري. تعليق اكثر من جميل، 7 أهداف كامله كنا شاهدناها في 50 دقيقه اليوم. حسمه الصالح النجم الرياضي بسليانة الفريق الضيف ينتصر على الفريق المستضيف النادي ميستي كريب. نذكروا بالمباريات غدوه اللي باش تشاهدوها على قناه نسمه نهار السبت في الملعب البلدي بالمسعدين، اف سي المسعدين يستقبل الامل الرياضي بالساحلين، ونهار الاحد في ملعب انرجي كلوب بنابل اولمبي التميمي يتنقل لمواجهة إف سي نابل. وهكذا مشاهدينا نخليكم مع بقية برامج قناة نسمة.